الحمد لله، يعني اللاعبين اليوم مشكورين، يعني كل المجموعه سواء اللي شاركوا ولا حتى الاحتياطيين، يعني كانوا يعني كانت روح وحده، ونظن يعني نقطه ضد فريق المولوديه اللي راه محضر مليح واللي راه يعني راه في حاله مليحه، نظن يعني تعتبر ايجابيه. يعني انا نقول بلي لو كانت يعني التحضيرات في المستوى وكنا قادرين يعني نفوزوا بالمقابله بكل سهوله، خاصه يعني هذا الموسم عندنا مجموعه لاباس بها، عندنا مجموعه اللي تقدر تقول كلمتها في البطوله. انا نظن يعني احنا كمدربين رانا واقفين مع الفريق هذا لحد الان رغم كل الظروف الصعبه، ورانا متخوفين لو يكون في اضراب اخر يعني الاسبوع المقبل. احنا نتمناو ان شاء الله هي الاداره يعني راهي تعمل بكل وسعها باش توفر يعني احتياجات اللاعبين. ان شاء الله يعني يخليوا لهذا الفريق يعني يعمل في ظروف، لانه انصار كما شفتوا اليوم انصار تاع غليزان يعني يستاهلوا كل خير، يعني ساندوا الفريق وعاونونا ايضا بالتشجيعات تاعهم في لحظات يعني ما كناش فيها ملاح. نظن هذه نقطه تحتسب للجمهور، وان شاء الله يعني نحاولوا بكل وسعنا باش نكونوا احسن في المقابلات الجايه ان شاء الله. المقابله كانت ممتازه في نيفو دو لانتنسيتي البريزونس اتليتيك، حتى من الناحيه الفنيه كانت مقابله محترمه جدا. لي 15 20 دقيقه الاولانيين كانوا اكثر حاضرين ومنسجمين ومندفعين فريق غليزان، لكن بمرور الوقت تحكمنا في المقابله وسيطرنا في اغلب الاوقات، والولاد قاموا مقابله ممتازه اللي نقصنا اليوم هو لا ديرنيير باس ولا فون ديرنيير باس، سينو نوري دو ماني ماركي دو ولا تروا بيوت في الدوزيام ميتون وفي اخر بريمير ميتون. لكن اعتقد حتى نتيجه تعادل يستحقوها فريق غليزان اللي قدموا اليوم مردود من الناحيه البدنيه والانضباط التكتيكي، قدموا مقابله ممتازه. المقابله تاع اليوم نقدر نقول كانت صعبه، وين مولوديه الجزائر مازال ما خسرتش، وين غادي يدير في ريزولتا، وين هذا احنا بالنسبه لنا سي لو كاتريام ماتش ما تغلطش باللي احنا ثاني ترانا بلا لي زونطريمون ولينا ملاغراف وكانوا المشاكل الاداريه، يعني هدفين وحده بريمير ميطون وحده دوزيام ميطون، نقدر نقول لك باللي هذوك هما اللي شغل كملنا مع الماتش. تما نقدر نقول لك كان ماركيناهم وكان بالك نقدروا نزيدوا نشدوا في الماتش ونخرجوا ان شاء الله بالثروا بوان، مي الغالب كما يقول لك احنا هذه ان شاء الله مازال لي ماتش القدام نزيدوا نخدموا ونمدوا افو، ما نتقلقوش باسكو على بالنا بلي عندنا ايفيكتيف وعندنا لي بون جوار، وين بالك نقدر نقول لك هذا هو بريمي ماتش ديالهم اللي لعبوا. ان شاء الله احنا ثاني عندنا بون جروب، ان شاء الله نزيدوا نخدموا مع لونترينور ونزيدوا نخدموا بيان، وان شاء الله المشاكل اللي في الاداره ان شاء الله يتريقلاو، وان شاء الله احنا مازال لي ماتش اليوم جاي ان شاء الله باش نفرحوا الانصار.